بدر بنون كانت المفاوضات اتجددت معاه بالنسبه لفريق قطر القطري، المفاوضات اتجددت معاه ومع النادي الاهلي طبعا لشراء بدر بنون. منذ لحظات تم الاتفاق رسميا وتم انتقال بدر بنون رسميا الى فريق قطر القطري لمده 3 مواسم، واصبح بدر بنون خارج النادي الاهلي في هذه اللحظات في تجربه جديده. قفلت لك بدر بنون، معلش لسه بنتكلم على بدر بنون. لا انا بقول الطريقه، يعني بقول ان هي تناسب، لازم يبقى في لعيب كوره بسمات الليبرو شويه، هي وده طبع هيخسر الاهلي بغياب بدر بنون في الوقت ده. طبعا الاهلي محتاج اللعيبه كلها، يعني اكيد الاهلي لان في اصابات كتير، عم طب منع المصاب. ايه اللي بيميز بدر بنون عن مدافعين النادي الاهلي الموجودين؟ لانه هو بيبدا الهجمه من تحت كويس جدا، بدر بنون عنده حته توقع كويس قوي، دي اميز حاجه في بنايه الهجمه، يعني هو كورته سليمه. افضل واحد فيهم بصير في الخط الخلفي هو بدر بنون، اعلى من المجموعه اللي موجوده. طيب الصفقه دي يعني الاهلي هياخد فيها حوالي 2.5 مليون دولار، كان الاهلي يبيع ولا ما يبيعش؟ لا يبيع طبعا، يبيع، لان بدر بنون الفتره الاخيره طبعا اتعرض لوعكه صحيه والحاجات دي وما لعبش الفتره الاخيره خلاص، يعني وانا شايف ان يعني ايه احيانا بيبقى لعيب كويس ولكن خلاص التجربه او المحطه بتاعته او شكت على الانتهاء او انتهت. فانا شايف الاهلي لا بالعكس كويس الاهلي عمله. مين بقى شبه بدر بنون دلوقتي في خط النادي الاهلي؟ ولا واحد، ولا واحد، لا 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 مفيش حد في النادي الاهلي ستايل بدر بنون. هو ليه ستايل مختلف، يعني مش معنى كده ان هم قالوا منه، لا هو بدر بنون بيلعب بدماغه اكتر، يعني بعقليته اكتر، تمركزاته بيبدا هجمه كويس، عنده رؤيه كويسه. مدافعين النادي الاهلي كلهم عندهم الباور، عندهم القوه، بس بيفتقدوا شويه الطلوع من تحت بالكره كويس. يعني مثلا نقول محمد عبد المنعم لعيب كويس قوي، بس عنده مشكله محمد انه بحس انه بيتعالى على الكوره فبيغلط في الباص. كذلك تلاقي ياسر ابراهيم، وان كان ياسر اتحسن فيها قوي، ايمن اشرف برضو يعني عنده سنه فيها، يعني ناقصهم الحته دي. يعني مع بدايه موسم لازم يشتغل على طلوع الكره من تحت بطريقه سلسه شويه. فاعتقد ان النادي الاهلي يعني في الفتره دي محتاج كل لاعب. اصابات كتيره جدا في النادي الاهلي بصراحه، يعني حاجه ما غريبه. كل شوف محمد عبد المنعم مش موجود، حسين الشحات، بيرستاو، وطاهر، صلاح محسن، شريف، سوليا، كتير. وبعدين انت بتتكلم في فرقه، فالاهلي معذور. ولكن النهارده المباراه الاهلي كسب 3 نقط فقط لا غير، ودي الاهم. لكن دي يعني في ظل الاداء ده تديك تخوف للي جاي. تخوف جدا. ايه بقى اللي انت خايف منه في اللي جاي؟ مفيش اداء، الاداء مش موجود. طيب لو انت مدرب النادي الاهلي دلوقتي تحسن الاداء ده ازاي، او تعمل ايه الخطوات السريعه اللي ممكن تعملها في ظل الظروف اللي انت قلتها دي كلها؟ اول حاجه انا هشتغل على يعني بمعنى صح الحاجات المعنويه للعيبه. لازم اقعد مع اللعيبه، افرجهم على الفرق اللي هاللعيبه، اشتغل معاهم دوافع. مفيش تمرين طبعا، يعني التمرين انت بتلعب مباراه النهارده بعد يومين بتلعب ماتش، يعني مش تقدر. هتشتغل على حاجات معينه، تكتيك خفيف جدا في الملعب. لازم تدعم الفرقه بالناشئين، لازم انت مجبر تدخل لعيبه حتى لو اللعيبه دي لسه ما دخلتش، لازم تريح بعض اللعيبه، تعمل بعض الروتيشن ولو في اوقات معينه. يعني النهارده انا مبسوط ان هو لاعب فخري واداله في المباراه دي، وكان نفسي يدي لحد تاني، محمد اشرف الباك ليفت، زياد طارق يعني كان نفسي يلعبهم. لان الفرقه محتاجه لعيبه صغيره تعلي الريتم بتاع الفريق. اللعيبه الصغيره اللي عندنا في الاهلي كويسين، ولو دخلوا في الوقت ده انا شايف ان هم ممكن يبقوا اضافه. لان اللعيبه الكبيره مجهده. فانا مش هفضل اعتمد على لعيبه عندها اجهاد وتعرض للاصابه وما لقوش الماتشات الجايه. فانا لازم ادخل في وسط اللعيبه دي على الاقل معايا 3 لعيبه، حتى يشارك منهم 1 او 2 في كل مباراه.